خلينا نروح لصورة مختلفة شوية. احنا كتير قوي على مدار السنوات اللي فاتت دي لما كنا بنتكلم وبنحلل ونعلل اسباب سوء الخدمة الصحية في مصر، كنا من ضمن الاسباب، وبقول من ضمن عشان مش عايزة والنبي حد من السادة الدكاترة يزعلوا مني، السادة الاطباء المحترمين يعني. من ضمن الاسباب الرئيسية كانت فكرة انك تدخل وحدة صحية ما تلاقيش الدكتور موجود، تلاقي حكيمة بس هي اللي قاعدة. طب فين الدكتور؟ اصله مش موجود، اصله عنده نبطشيه في مكان تاني. طب بس ما هو على الجدول موجود في الوحده دي او في المكان ده. بس هو مش موجود، هو في المكان التاني. يعني كان شفنا كلنا، شفنا ده كتير يعني. الدكتور ممدوح غراب بمحافظه الشرقيه قرر مجازاه عدد 134 طبيب وممرض وفني في مستشفى فقوس المركزي، خصم 3 ايام من المرتب. ليه؟ لانه هم خرجوا على ما اقتضى عليه الواجب الوظيفي، غدروا مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسميه بدون تقديم اذن او عذر قانوني. دي الحقيقه لفته انا شايفاها محترمه جدا. وهنا فكره انه اصل هو يعني مفيش منطق. وبعدين لو حضرتك مثلا يعني لو في طبيب مثلا عنده فعلا جاله حاله ايمرجنسي، حاله طارئه، او حكيمه عندها مشكله فجاه حصلت، يعني واحد، طب اتنين، طب تلاته. لكن يعني هل معقوله في 134 دكتور وممرض وفني يبقوا غايبين عن عملهم؟ امال مين بيشتغل؟ طب لو لا قدر الله حادثه كبيره، مشكله كبيره، لا قدر الله يا رب ما يجيب حاجه وحشه ابدا لاي حد يا رب، واعداد كبيره من المواطنين ومرضى دخلوا عايزين اسعافات بسرعه وعمليات جراحيه وما الى ذلك، لما انا عندي 134 دكتور وممرض وفني مش موجودين. دي كانت الحقيقه لجنه من اداره المتابعه الميدانيه في ديوان عام المحافظه تحت اشراف الاستاذ عبده سالم مدير الاداره، عملت مرور مفاجئ على مستشفى فقوس المركزي وتبين عدم تواجد 134 طبيب وممرض وفني اثناء الزياره. فقرر محافظ الشرقية انه خصم 3 ايام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي كما ذكرنا.